لم تكن الجولة التي قام بها الساحل لمدينة الجهراء مساء السبت الماضي ليواجه أبناء الجهراء في عقر دارهم في الأسبوع الرابع من عمر المسابقة. لم تكن الجولة مفرحة، ولكنها حملت لهم الخسارة الرابعة على التوالي، لتضع أبناء الساحل في مأزق حقيقي يجب أن يتداركوه. أما الجهراء فيبدو أنه يريد أن يوجه رسالة أن اللعب على أرضه وبين جماهيره سوف يكون له مذاق صعب على الفرق المنافسة. فعلى الرغم من البداية الجيدة للساحل الذي استطاع لاعبه صالح سيف أن يسجل له هدفا في بداية الشوط الأول، إلا أن الجهراء عرف كيف ينتفض، وعرف أن نقاط هذه المباراة تحديدا لا يمكن له تضييعها وهو يلعب على أرضه وبين جماهيره، ليشن الجهراوي هجوما كثيفا على مرمى الساحل وينجح بعد 38 دقيقة من عمر اللقاء من إدراك التعادل عن طريق لاعبه سعد نزال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل. لكن لاحظنا فريقكم ضيع اكثر من فرصه، ايش تركز عليه مدربكم في الشوط الثاني؟ راح تدخلون عليه ان شاء الله بخطه مغايره، راح تستغلون الثغرات اللي في نادي الساحل الاول؟ الحمد لله اول شيء انتهى الشوط الاول بالتعادل، يمكن قول نادي الساحل بالبدايه اول خمس دقائق كان فريق شوي تقدر تقول شوي مو مصحصحين شوي، بعد الجول حاولوا يتلاشون الخطا هذا وقولوا جول التعادل وعدل النتيجه. بالنسبه للشوط الثاني ان شاء الله راح يكون أعطانا المدرب تقريبا كذا نقطة اللي هي نقاط ضعف الهجوم في فريق نادي الساحل، وإن شاء الله إنه يكون شوط ثاني مغاير ونتيجة الجهراوية إن شاء الله. طبعا كابتن صلاح ندى كابتن فريق نادي الجهرة، شو اللي حرص عليه مدربكم غفيص العجمي بالشوط الثاني؟ راح نبدل تبديلين هجوميا طبعا، لأنه ما يرضى بالتعادل بين ملعبنا وجمهورنا، وراح يبدأ هجومي الشوط الثاني. لاحظنا يعني كثرة ضياع الفرص من نادي الجهرة، ولاحظك أنت ككابتن فريق متنرفز داخل الملعب. هذا أكيد، أنا أتنرفز، ضيع فريق عدة فرص بسرعة أتنرفز، وراح أشجعهم الشوط الثاني إن شاء الله يقومون. عامل الأرض والجمهور سبب لكم قلق بالنسبة لكم شد عصبي نفسي؟ لا بالعكس، هذا شيء دافع معنوي للعيبة. قادرين إن شاء الله الشوط الثاني؟ إن شاء الله. هاني وعافية، يعطيك العافية كابتن. كابتن لاحظنا بعد تسجيلكم الهدف مبكر تراجع ملحوظ لنادي الساحل، ايش اللي ركز عليه مدربكم بالشوط الثاني؟ هذا التراجع راح يتم ويتواصل معاكم في الشوط الثاني؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تراجع والله ما ادري ليش، يعني مع اللعب صار مع الضغط شوي الجهر حسوا ان عليهم جول فعلى ملعبهم يبون يضغطون وكذي، وان شاء الله نعوض الشوط الثاني. في الشوط الثاني لم يمهل الجهراء ضيفه طويلا، فقام المحترف النيجيري ايوبا بعد 6 دقائق فقط من عمر الشوط الثاني بمجهود فردي كبير، نجح في نهايته في ايداع الكرة لشباك الساحل ليمنح فريقه التقدم. ولم يضيع لاعبو الجهراء الرغبة الحقيقية لاقتناص النقاط، فنجح محمد سعد بعد مرور 16 دقيقة من عمر الشوط الثاني بتسجيل 3 أهداف فريقه في شباك الساحل.
هدف الجهراء بهذا القدر، وحافظ بعدها الفريق على تماسكه حتى يظفر بالنقاط الثلاث، وهو ما حدث. فلم يستطع الساحل تغيير النتيجة ليطلق الحكم محمود المتروك صافرته معلنا حصد الجهراء لأول ثلاث نقاط، تاركا الساحل خالي من النقاط وفي موقف لا يحسد عليه.